يسمح لي السيد الوالي ان باسم مسؤولي موظف في مصالح خارجيه باسم موظف في الاقصى الولايه ان نهنئكم جميعا في على تجديد الثقه المولويه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم الكريم بعد ان تفضل جلالته بتعيينكم وليا على جهه الامير الصقر الحرم. والحال ان تقيل لكم هذه المهمه الساميه على راس جهتي العزيزه على القول بكافه المغاربه ليس بامر مفاجئ. فانتم سيدي الوالي تتمتعون بحنكه وتجربه كبيرتين في قياده الشان العام الشرعي وتدبيره وتتصفون باخلاق رفيعه وبخصال انسانيه فضلى لمسنا عنكم وبمختلف درجه مسؤولياتنا من خلال اسلوبكم الفريد في التعامل. اسلوب ميزته الكياسة واللباقة واحترام الغير والقدرة العالية على الإنصات والحوار، أسلوب تطبعه الصراحة والصدق والحرص على إشاعة جو مفعم بالثقة والتعاون، ما ساعدنا جميعا على القيام بمهامنا بشعور الانتماء إلى فريق عمل موحد منسجم ومتكامل. سيد الوالي لقد خبرنا فيه رغم قصر المدة التي أمضيتم على رأس ولاية هذه الجهة المسؤول الشجاع الذي لا يتردد في اتخاذ القرارات الصعبة لحل المشاكل العريقة مهما بلغت درجة تعقدها ومدة تقادمها. خبرنا فيكم كذلك المسؤول الميداني العملي الذي يتخذ المبادرات ذات انعكاس مباشر على حياة الساكنة وعلى ظروف عيشها، تحرصون على اشارتها وتنفيذها دون تاخير لاقتناعكم العميق بان مصداقيه الاداره تنبع من فعاليتها ومن نجاعتها ومن تفاعلها السريع مع انشغاله المواطنين وتجاوبها مع عمومهم. خبرنا فيكم ايضا المسؤول المشاغب بتنميه الجهه، لم تترددوا فور تنصيبكم على رأسها في إطلاق المبادرات كان لها وقع إيجابي على مناخ الأعمال وعلى حكامة وجاذبية الاستثمار. خبرنا فيكم كذلك المسؤول المنفتح والمتواضع الذي لا يقيم اعتبارا كبيرا لضوابط البروتوكول، يضع نفسه رهن إشارة الآخرين، يمكن لهم دون تردد أن يطرقوا بابه أو يتصلوا به في كل وقت واحد. هذا الكلام لا نقوله سيدي الوالي مجاملة لكم أو محاباة لكم، ولا نقوله لكون مناسبة توجيهكم تقتضي ذلك، بل نقوله لأنه يعكس حقيقة عيناها فيكم وعشناها معكم في مناسبات عدة ومختلفة. في الأخير لا يسعنا إلا أن نعبر لكم جميعا عن عميق اعتزازنا وامتناننا بالعمل الى جانبكم والاستفاده من خبرتكم وكفاءتكم وخصالكم الانسانية العالية. لا يسعنا كذلك الا ان نعبر لكم عن جميل الذكرى التي سنظل نحتفظ بها لكم في وجداننا، متمنين لكم السداد والتوفيق الكامل في مهامكم الجديده خدمه لمصالح الوطن. سائلا الله تعالى ان يمدكم وذويكم بالصحه والعافيه والهناء، والسلام عليكم.